الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني والإباضية فرقة من الخوارج، والخليل هو إمامه وله مؤلفات في مذهب الخوارج ومذهب الجهمية، مؤلفات سيئة جدا، فلا يؤخذ العلم عنه، وإنما يؤخذ العلم عن أهل السنة والجماعة. هذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، من هم الأباضية وهل يجب التحذير منهم؟ وهل الأباضية فرقة من الخوارج أتباع عبد الله بن أباض الراسبي، فرقة من الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: فرقة الأباضية هل هي تابعة لطريقة الصوفية؟ الأباضية هي خوارج ولا من الخوارج، عندهم غلو على مذهب الخوارج، يكفرون بالكبيرة دون الشرك، ويرون خلود العاصي في النار، وعلى مذهب الخوارج أتباع عبد الله بن أباض الراسبي، هذولا من الخوارج، فرقة من الخوارج، ويقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن مخلوق على مذهب الجهمية، جمعوا بين مذهب الجهمية ومذهب الخوارج. نعم. هل عقائد الإباضية مكفرة؟ ومن صلى خلف إباضي هل يعيد صلاته؟ الإباضية اللي يعرف عنهم القول بخلق القرآن، يقولون قول الجهمية، واللي يقول بخلق القرآن لا تصح الصلاة خلفه. نعم.